عندنا الزنك اوكسيد اوينتمنت بتتكون من ايه؟ بتتكون من الزنك اوكسيد باودر 3 جرام وفازلين 22 جرام. زي ما اتفقنا برضو انا لما اجي اكون اي اوينتمنت او كريم في دراج بتاعي عشان اعمل انكوربريشن للدراج لازم اكون بيست او عجينه من الدراج بتاعي عشان اعمل اكثر جريت سنسيشن او شعور ان هو يبقى تحت بتاعتي حبابه. كل مره كنا بنتفق ان احنا لما اجي اكون البيست بتاعتي احط الدراج بتاعي واطحنه بعد كده انزل الليكويد بارافين نقطه بنقطه لغايه ما اكون بيست. كل ده الطبيعي اللي احنا بنشتغل فيه طبيعه اي تحضيره الا في تحضير الزنك اوكسيد، لان الزنك اوكسيد ليه طبيعه ان هو بيكلكع معايا. لو جيت حطيت كونت منه بيست وحطيت يعني جبت البودره وحطيت عليها ليكويد بارافين نقطه بنقطه هيعجن معايا، على اساس التحضيره في النهايه فيها كلاكيع بودره. فالزنك اوكسيد غير اي دراج تاني انت تشتغل معاه لازم وتيجي تكون البيست بتاعه تحط كميه كبيره من الاول من الليكويد بارافين من الاول مش نقطه بنقطه. فببدا لما اكون البيست بحط عليه 1.5 مللي من البدايه خالص عليه على البودره بتاعتي من الليكويد بارافين، بعد كده ابدا اكمل لو انا محتاج بعد كده، لكن ما ينفعش ابدا نقطه بنقطه على الزنك اوكسيد. يبقى الطبيعي ان انا عشان اكون اي بيست بحط الليكويد بارافين بتاعي على الدراج بتاعي نقطه بنقطه لغايه ما اكون بيست، الا في حاله الزنك اوكسيد عشان هو بيعمل اجريشن او بيجمع يعمل كلاكيع عشان اتفادى المشكله دي، فببدا بحط الزنك اوكسيد بحط 1.5 مللي ليكويد بارافين مره واحده، بعد كده ممكن ازود ليكويد بارافين لو احتجت، لكن في الاول لازم ابدا احط ليكويد بارافين 1.5 مللي. يبقى اول حاجه هجيب الزنك اوكسيد بتاعي احطه عندي في المرطر، افضل برضه اعمل له تهيدريشن اقلبه شويه اطحنه شويه في المرطر بتاعي. يبقى انا طحنت اول حاجه الزنك اوكسيد بتاعي في المورتر قبل ما احط الليكويد بارافين. بعد كده هعمل ايه؟ ده المختلف عن كل مره ان انا هضيف 1.5 مللي مره واحده من الليكويد بارافين. ليه؟ عشان امنع ان البتاع يحصل له اجريشن او يكلكع معايا. ابدا بعد كده اقلب لو احتجت برضه لسه ان انا ازود ليكويد بارافين ازود بعد 1.5 مللي، لكن لازم في الاول ابدا بال 1.5 مللي بتوعي. كده خلاص البيست بتاعتي اتكونت اهيت بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. احنا بنضيف ليكويد بارافين مره 1.5 مللي مره واحده، وبعد كده ازود حسب الحاجه لغايه ما اكون بيست او عجين. بعد كده ابدا احط بعد كده بقيه الكومبوننت بتاعتي اللي هي الفازلين بتاعي. هبدا اضيف الفازلين بتاعي جزء بجزء على البيست واقلب عشان اعمل ميكسنج مع البيست على الدواء بتاعي.
دوت بيبقى الشكل النهائي للزنك اوكسيد.